للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا دكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد. دكتور كريم أهلا بك إلى هذه النشرة، وطبعا نحن جميعا نعلم أهمية أفريقيا بالنسبة للصين، وبما أن مصر تعتبر بوابة لأفريقيا، ما أهمية هذه المباحثات في هذا التوقيت على وجه التحديد؟ يعني طبعا يعني الدولة الجانب الصيني بينظر إلى مصر كأنه يعني شريك حيوي، ويمكن أيضا يعني كان في عام 2016 العام اللي شهد يعني زيادة درجة التعاون الاقتصادي والشراكة الاقتصادية بين مصر وبين الصين إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وهذا يعني أن الشراكة لن تكون في قطاع واحد من القطاعات الاقتصادية، ولكن كل القطاعات الثقافية والعلاقات الثقافية والاقتصادية والتجارية والتكنولوجية والزراعة والصناعة وخلافه. كمان طبعا يعني ان الصين من الشركاء التجاريين المهمين في مصر، وصل حجم التجاره بين مصر وبين الصين الى 15 مليار دولار، حتى ان في العام 2020 رغم الجائحه ورغم الانغلاق العالمي، لكن حتى كان حجم التجاره بين مصر وبين الصين يعني لم يتاثر بشكل كبير. وهنا طبعا يعني العلاقات الجيده طبعا اللي بين الدولتين يمكن كانت يعني بدايتها منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، احنا شفنا ان الصين حريصه كل الحرص على ان تكون مصر مدعيه في كل الفعاليات والمؤتمرات والمنتديات اللي بتنشئها وتنظمها الصين. يمكن كانت مصر حاضره في احتفاليه الحزب الشيوعي، كانت مصر حاضره في تدشين مبادرة الحزام والطريق اللي مصر عضو فيها، وأيضا بنك وأيضا تجمع البريكس اللي كان أيضا مصر حاضر فيه بما يسمى مجموعة بريكس بلس، أي الدول المؤهلة إن هي يعني ممكن تكون في يوم من الأيام أعضاء في مجموعة البريكس. بالإضافة لأن الصين عندما نظمت مجموعة العشرين كانت مصر أيضا حاضرة كضيف شرف مع أربع دول أخرى، وأيضا مصر كانت حاضرة في منتدى التعاون الصيني الأفريقي والصيني العربي، ونحن الآن نرى يعني الدبلوماسية الرياضية ودورة الألعاب الأولمبية بكين 22 اللي الصين حريصة كل الحرص إن هو يكون في نجاح تلك الأولمبياد، تمثل يعني نقطة مهمة جدا للجانب الصيني. طبعا يعني الصين بتستخدم كل أدواتها وكل القوى الناعمة انها تتقرب من الدول الإقليمية الكبرى اللي موجودة في أفريقيا وفي الشرق الأوسط. مصر طبعا تأتي على اهتمام الجانب الصيني ان هي تكون حاضرة بقوة في التعاونات الاقتصادية، وان طبعا يعني العلاقات بين مصر والصين دائما تسير في تطور مهم. ولكن طبعا يعني نقدر نقول برضو ان الحضور المصري ملفت مع الجانب الصيني والاهتمام ملفت بين الطرفين، اهتمام متبادل. الصين بتبقى حاضرة في قوة ايضا في كل الفعاليات الاقتصادية او المشاريع اللي بتنشئها مصر أو نقدر نقول المحاور الاقتصادية الجديدة اللي بتحاول مصر تفلحها، بنكون الصين حاضرة بقوة. الصين كانت حاضرة في المؤتمر الاقتصادي اللي مصر كانت عملته في 2015، وكانت أعلنت إن هي مستعدة تخش بقوة في يعني رفع كفاءة أو في تطوير أو في إنشاء عدد من المدن الصناعية. صحيح. الصين أيضا يعني ليها مدينة صناعية من أكبر المدن الصناعية خارج الأراضي الصينية. وبالفعل دكتور كريم يعني حتى على المستوى المصري أنت ذكرت عدد من المجالات التي ربما ستشهد طفرة مزيد من التعاون خاصة على صعيد الاستثمار الصيني في مصر. شكرا جزيلا لك دكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد على كل هذه المعلومات.